بسم الله. دابا هاد المبادرة الوطنية اللي جات ديال التلقيح ضد كوفيد 19، جينا حنا باش نكون من الأوائل تبقى التعليمات المديرية، كذلك نيشنا صاحب الجلالة الله ينصرو كذلك دار هاد التلقيح، احنا من الأوائل غادي نكونوا من باش نديروا هذا التلقيح حفاظا لنا ولوليداتنا ولجميع المواطنين. بنات دكتورة صوفيا عدرقاوي، عميد إقليمي، طبيبة رئيسة بالمصلحة الولائية للصحة لمدينة مراكش. الحمد لله هذا النهار بدينا في عملية تلقيح ضد فيروس كورونا بعد إعطاء الانطلاقة الرسمية من طرف صاحب الجلالة. كانت العملية منذ 8:30 صباحا، وكان عندنا إقبال كبير من طرف موظفين ديال الموظفين الأمن اللي كانوا سباقين لتلقي هذا التلقيح. وحنا اللي نعظم الشرف أننا نكون ما بين الشريحة الأولى اللي تلقت هذا التلقيح، هذا بما ان موظفي الامن كانوا في الصفوف الاماميه طيله لتصدي لهذه الجائحه هذه. الحمد لله العمليه تمر بسلاسه وسوف تستمر لمده 3 أيام ان شاء الله.